سفير وقف منه بدل ابو ظهير من هو؟ بهاج عبد الله. عبد الله وينك شلهيب؟ ارحب سفير وقف. مفاجأة اعطيناك اياها اليوم الصبح تذكر جاتك ها؟ شو حظا اوفر يا عبد الله مو بنت الا انت والله. يا شيخ والله قبل على الراس والله. يا شيخ يا شيخ السيناريات حق وين حق الوقت؟ تعال يا شيخ. يا احمد اسمح لي يا شيخ. شوف الفرح كبيت على نفسي قهوه. احمد سعد وين؟ تعال انا. لا لا من مسعود. مسعود وينه؟ صو اخويك مسعود هو يا سوا. السيناريات معاكم جيبوها. انا اجيب جيب لي لا تجيب لي مقطوع اجيب الثاني. سعد السفير جيبوا نلبس جيبوها عشان لبسهم هنا جيبوها جيبوها سعد جيبوها على خشمي عليه مسك عليه مسك شكلها قافله مع بعض الناس. اركض يا سعد عندي كلمه الله يسعدك. اسلم تسمح لي بكلمتين؟ تفضل. الرجل هذا من بدايه البرنامج يتمنى امنيه انه يكون سفير. طيب والله اللي جابها له يستاهل عشان ليش عندي سؤال ليش تتمنى؟ انا اقول لك قبل برنامج بيومين ثلاثة دخلت على أبو سلطان بسناب قلت يا أبو سلطان بكون سفير أي جمعية خيرية. رد علي قال الظاهر أنا بستبعدك. ضحكت قلت أفا ما رد علي نزعجته بكون سفير. أنا سفير بجمعية المكسلمان الغاذة ما شاء الله. فودي أضع لي بصمة هنا. جميل إي فالحمد لله جت ما بغت تجي. لا جت تبشرك وجت وراح أقفل كل أعمالك مبادرة. أول واحد سلطان كفو كفو كفو. لا اسمع قال هو سبنا بس المتنافسون منافس اللي فيها الخير بيض الله وجهه استاهل. لكن انا في كلمه ودي اقولها يا شباب في كلمه ودي اقولها للجميع جميل جدا وقلتها اول بس ودي تفكرون فيها والكلام لك الكره ملعبك اسلم نبغى الافكار النوعيه